حذاري من كرة يندفع الفريق الهلالي في تسديدة جديدة. كرة ممتازة يهاجم الغنام الخطران. من سيغنم ومن سيخسر؟ التنيات روعة، كرة ولا أحلى. والتوب سجل أولى أهداف الفريق الهلالي. بين كرة الصاوية الطاب يقول الله سهل سهل يا مسهل. هكذا تنطق الألسن والشفاه النصراوية. وكرة هلالية ما فيهاش أوفسايد. لماذا ضاعت؟ لماذا تاهت؟ لماذا عذبت الجمهور؟ لماذا لم تسعد الملايين؟ من كرة قد تعود وفي النهايات قد لا تعود. وبرافو اللاينس مان، ما فيش أوفسايد، ما فيش تسلل. هي كرة مباراة، هي كرة ما يسمى تاريخيا كأس الاتحاد اللي كاب في اوروبا بين ظفرين. التفوق للفريق النصراوي فرنانديز، اونري ميشيل، ارتور جورج، وخاصة الشهير ماريو ساكالو. نرجع الكرة مع الغنام، الغنام هل يغنم بصفقة الهجوم الهلاليين اوروبا لامريكا اللاتينية؟ هكذا هي الكرة في النهائيات، مباراة حسابات، انتظار الهف والثغرة. هي ثغرة وراسية لن تأتي. الدم الثانية نصراوية بالراس تلعب ممتازة جدا، الانطلاق والمباغتة، مشى بلال الريان جميل جدا، قاسي جدا، ممكن يحسم بطولة. لذلك ينبه الهلال وأحذر النصر. النصر ممتازة جدا، الوباري كميل كميل كميل. والآن فهمت لماذا وصلني الفاكس على انه جميل. هو جميل، هو جميل. كرة رائعة وجدت الأروع. الهلال أفضل، الهلال أخطر، والهلال أقرب. ولا